لما بحكي لك جاي اوورد هيك اول شيء بخطر ببالك شو هو؟ جوي، السعاده. شو بتحبي تحكي اليوم انت كوجودك وكمشاركتك؟ مبسوطه جدا ان انا هنا. شيء موتر جدا ان انا مرشحه النهارده، مش هكدب عليكم، بس عندي امل ومبسوطه جدا بالفيدباك بتاع الفيلم وش في وش هنا تحديدا في السعوديه لما جينا عرضناه في العرض الخاص، ويا رب انه الناس يبقوا صوتوا لي وان انا اكسب. انا صوتت. ثانك يو ثانك يو. طيب لو اخذت الجائزه اليوم شو كلمتك للجمهور؟ لا لو خدتها هقول لكم الكلمه بقى بعد ما اخدها، بس ده فرحش ان انا اتكلم دلوقتي. ان شاء الله هناخدك وانت طالعه بالجايزه. ان شاء الله. كل التوفيق يا ثانك يو فيري ماتش.